إذن حلاب الفيديو كليب الجديد وللأغنية المصورة الجديدة لضيف الموعد الثقافي لنا اليوم شاب طريق. مرحبا بك طريق. السلام عليكم أخ مالك، شكرا على الاستضافة. يعطيك الصحة، احنا اللي نشكروك على قبول دعوة اليوم. راك نورت بلاطو الموعد الثقافي لقناة زاهر نيوز، ومعك اليوم راح نتحدثوا على هذا المشوار الحافل بالأغاني والفيديو كليبات. بصح نبداو بأجدد نجاح، فيديو كليب جديد لأغنية حلاب. نخليك انت تحكي لنا على هذا الفيديو كليب. فيديو كليب سي ان بروميير، تجربة الأولى تاعي في هذا الدومين، وقلت ثاني تجربة إفريقية الأولى وجزائرية كذلك. من réalisation parce que هذا كاس c'est une conception graphique, c'est virtuel. Ça. C'est DJ Blacko qui a fait organiser, هو سي ان شاب وهراني من الوهران. بروبوزا لي قال لي خليني ندبر راسي ندير 3 دي، وديبار ما امنتهاش. قال لي خليني ندير ندبر راسي، ايفيكتيفمون خدم ودار. وانا بغيت نعالج واحد الكلمة، هذه كلمة حلاب، اللي باسكو خطرة كنت في وهران مع واحد حبيبي وكان باغي يشري الورد لمرته. دونك هو تما رحنا لابوتيك في وهران شرينا الورد. كي السيد كي بغى كان يدير في الورد قال لها للزوجه تاعك، صاحبي قال لها لا صاحبي في السبيطار. كي ركبنا في الاوتو قلت له علاش ما قلتلاش، قال لي كون قلت له المره تاعي يقول لي حلاب. دونك انا شتخوف با نورمال كواحد اللي يمد الورد ولا يشري بارفان ولا يشري هديه للخطيبه تاعه ولا الزوجه تاعه يقولوا له حلاب. مش تخوف طريق هذه الكلمة بالك، احنا نسمعوها في الطريق ولا في الشارع، بصح ما تعودناش أن نسمعوها في العائلة الجزائرية، وكاين الناس راح ينتقدوك على هذا الاختيار ويعتبروا هذه الكلمة كلمة جريئة. اه نو مش بونس باكو كلمة جريئة، باسكو بكري واحد كي نقولوا حلاب صديق كان بكري مثلا ما يعرفش يلبس ودار دراهم. سي حلاب سي كوا سي نوفو ديباركي، سي ريان، يا ريان دو فولغير، يا ريان دو ميم في التكست. ندير المقارنة بين جنتلمان واحد انغوجا مي اونو كان كادون لو تيكست جوستمون. انا جو فودري فير باسي ان ميساج، اللي متزوج يوفري الورد لمرته، راك معايا ولا لا؟ واللي مازال ما يوفريش المذابيه معليش لا بغا يقول له حلاب. كلمه حلاب ما عندهاش ولا واحد يحلب البقر نورمالمون، صح؟ ما فيها اي كلمه. وكان لو كان على بالي باللي كلمه رديئه ما جامي نستعملها. وانا تشوف على ديسكو لا ديسكوغرافي تاعي ما تلقاش كلمه اللي خارجه على نطاق التربيه ولا. ان شاء الله رسالتك تلحق كيما راك حابه انت، وكيما قلت خيرت الانيميشن ولا طريقه لو 3 دي باش تقدم هذا الكليب وتم باش نطوروا ثاني الصوره تاع الكليب الجزائريين، باسكو ما عندناش نديروا بوكو د كليب، ما عندناش كليب متطورين بزاف. سي فو شفت جوج تاع لي كليب دروك الله يبارك، اما بوكو بلو تاع الطفله اللي دارتها مع لو ديو سي ان تري تري بو كليب. اون فوا كيا بوكو د موايا اي تو، اي سي سكون فودري فوار ا ترافير سا. دونك انا 3D قلت ما كان حتى واحد دارها، بوكو با ايسيي ادخل بروميير لو فير اي فوالا جي لي فيت. بصح الجمهور يقول لك بالك احنا في الجزائر ما تعودناش على هذه التقنيات الحديثه، في رايك الجمهور الجزائري اليوم قادر يتقبل مثل هذه الطرق الجديده؟ جو بونس افيك لا تكنولوجي الناس قاع راهي يدرك في لي ريزو سوسيو اكسيتيرا، اي جو بونس كو نيمبورت كال ارتيست يتمنى يدير كليب اون 3D. جو بونس كو فوالا كاين اربعه كاين ثلاثه قبلي في العالم داروا ان كليب اون 3D، سي ريد تشيلي اند بيبرز، تريلر تاع مايكل جاكسون عاودوه، وكاين فرنسي ميشيل دالباش. كاين ثلاثه في العالم اللي داروا ان كليب 3D، الجزائر هي الرابعه. صح، وهذا الشيء معروف عليك على كل حال، انت سباق في الافكار الجديده يا خويا. جيسبر كنكونوا هكا وجيسبر كيكون عنده صدى مليح. مي سينو نعاود نولي كلمه حلاب الناس تتكلم بها في الشارع، دونك لو كان كانت تمشي مليحه ما يتكلموا بها لا في الشارع لا في المنزل، راك فاهمني. يا ريان دو فولغير، يا ريان دو ميشون، يا ريان دو مال انتونسيوني في الكلمه. على كل حال حلاب هذا سينجل هو سينجل من البوم جديد راك تحضر فيه، وهذا الالبوم نظن انه انت شرفت على الوضع لمسات الاخيره وراح يصدر عن قريب. كيفاش راح يكون هذا الالبوم وشنو هو الجديد اللي راح يحمله هذا العمل الفني؟ العمل هذا ان شاء الله راني نتعامل مع واحد يسموه بون ديجا لا باز، بغيت نخدم في استوديو ماستر عند بوسيف وين خدم فيه المرحوم حسني، خالد نصرو، هواري بن شنات، كاع القدماء تاع الراي خدموا فيه، وانا ما خدمتش فيه هذاك ستوديو مع بوسيف جوستومون، باسكو بوسيف مي كان صاحب انتيم تاع حسني الله يرحمه. كي قتلوا حسني بوسيف حبس من ستوديو، كان مخلي الناس مي هو ما كانش يروح. لا الا غوبخي دونك سيتي لوكازيون ليا باش نتعامل معاه، باسكو نكمل غدوه الكارير تاعي تاع راي وما سجلتش في ستوديو مارستير في وهران. تبقى لي هذيك راك فاهم، تبقى لي هذيك طاشه. وهنا راني تعاملنا مع ان جون ثاني وهراني، جون اوتور كومبوزيتور ممتاز جدا، وسيد احمد طهاري. ونقول للشبان الجديد جدد هادو يخدموا مع، باسكو يتكلم لغتهم
مي والكتابه موزونه ونظيفه، كلمات نظيفه وتنجم تسمعها مع دارك، تنجم تسمعها مع هذا. جيسبر ان شاء الله الناس تروح تخدم معاه باسكو انا خلعني في الكتابه. صح، وبالاضافه نظن لهذا الالبوم راك تحضر تن مشروع واحد اخر خارج الوطن وين راح تقدم فيه اعادات لفنانين كبار في كل اوروبا منهم سيرج لاما واسماء واحد اخرين، ازنافور، لاماس، بغال، شارل تريني، جاك دوتران، ايف مونتان، ايديت بياف، هادو كاع عاودت لهم اون ديزان دو شونسون غنيتهم بالفرنسي على طريقتك بالجوري على طريقتي طبعا، مي بالموسيقى عرفت الموسيقى، الموسيقى بآلات عربية تاعنا، العود، الكمان، الكوالا، وتوزيع عربي، وهذا الشيء اللي عجب شارلز نافو بي اسونام اي كي ليتي باران دو سو باران دو سو دو سيت البوم باسكو غنى تاعهم تعاود في كاع لي صوص، تعاود اون جاز، اون ريتم بلوز، اون بال ميوزيت، فاريتي فرونسيز، ميم اون هيب هوب كانوا يديروا لي سامبل اي تو، مي عمر الغنى تاعهم تعاود بالاورينتال. صح، دونك هذا البروجي عجبهم باش عطاوني زوتوريزاسيون باسكو جوستومون خدمتها بالاورينتال. وهذا العمل وقتاش يصدر؟ فيفري 2019، والعمل اللي راني ندير فيه ان شاء الله ديسمبر 2018. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في كل هذه الاعمال. على كل حال انت ديما حاضر باغاني وسينجلز جديده، بصح انا لاحظت في كل لقاءاتك تلفزيونيه كل الناس يسقسيوك وين راه جاب الطريق، مع انه انت ما غبتش، بالك الغياب نوعا ما على المسارح ماشي حاضر بزاف في الحفلات مع جمهورك الجزائري. سيفري ما كنتش حاضر جوسكا لاني ديغنيغ وين درت لوندا ايزون في لا كارافان هذيك، وكنت حاضر هذا العام جي في 5 فيل، خمسه تاع المدن، رحت لجيجل، بجايه، بالعباس، وهرن، وختمنا هنا بالعاصمه مقام شهيد قدام 35000 متفرج. سا سي بيان باسي، وين فت كانت كومبلي الحمد لله. مي ابخي الا ما كنتش نجيس جو بونس سي با دو ما فوت باسكو مانيش عارف اذا كنت مبالهم اللي ندي بزاف دراهم ولا غالي، اون توكا مي سوليسيتي با بتات كو لو فات اللي مانيش عايش هنا في البلاد. دي فوا يقول لك الغايب اللي طاح راح كومون دي، مي لا جو روفيان اي بي مي موا جي جامي اريت لا ميوزيك، جو ترافاي تري بيان اون اوروب، ماك تعرف بلي تما كل ما نقارعوش ميم با حتى تجي السبت ولا الحد، تو بو فيغ ان كونسير ان لندي ان ماردي ان ميركودي كاع لي جور باسكو بوكو دو سال، مي جو مون بلان با، مي جامري بيان ونتمنى باش نكون ثاني حاضر هنا مع زملائي وفي الحفلات باش نشوفوا البيبليك تاعنا. ان شاء الله احنا تن متشوقين باش نزيدوا نشوفوا اكثر على المسارح الجزائريه، بصح انت كي تروح تعاود تولي اليوم المعطيات في الساحه الفنيه تتغير، اليوم كاين اسماء واحد اخرين يبانوا، كاين طرق غناء جديده، انت كيفاش اليوم لقيت الساحه الفنيه الجزائريه، كيفاش لقيت اغنيه الراي في شكلها الجديد اللي راهو يتقدم حاليا؟ ثم المستوى تاع الاغنيه تاع الراي بكل صراحه انخفض بارابور شكان بكري، وانا ان شاء الله نتمنى ونطلب من هاد المغنيين تاع لا نوفيل جينيراسيون لا ريليف يتصلوا بهذا السيد احمد طهاري ويخدموا معاه باسكو سي ان اكسيلون اوتور كومبوزيتور، وهكا يعني نعاودوا نولوا المستوى، نعاودوا نرفعوا المستوى اللي رفعه خالد وده العالميه ومامي وكسيتيرا وكسيتيرا. جيسبر كو فوالا سينو غادي الراي يموت ويخرج ستيل واحد اخر ويدوه واحد اخرين وتروح لنا من يدينا. بصح هما يقولوا لك هذا واش راهو يمشي في السوق وحنا لازم نخدموا على بها رانا نديروا هذا الراي اللي كيفاش الراي فيه ايقاع واحد. اسمح لي مالك، ثم الراي المنحط هو اللي راهم يسمعوه، افدير الشعب راه باغي الراي المنحط هذا هو اللي يسمع، بس هو اللي يتمشى. للاسف هذا واقع. دوك نورمالمون حلاب ماشي بروبليم، كلمه حلاب كاع ماشي بروبليم. بصح هذا النوع من الاغاني احنا كاعلاميين والقنوات الجزائريه ما نستضيفوهمش، انت يا تعودنا عليك تقدم راي محترم. محترم بزاف باسكو فنان يكون محترم ويكون مثقف، ما تنجمش تغني كلمه رديئه وتقابل بها الناس وتقابل بها والديك ولاد عمك ولاد خالتك، موا سا سي مون برانسيب. ابري نتمنى ان شاء الله لا نوفيل جينيراسيون والشعب اللي راه يسمح فيهم ثاني ان شاء الله ربي يهدينا جميعا ونعاودوا نولوا للثقافه، باسكو من عيام نقول الثقافه هي مراه الوطن، الا كانت الثقافه الموسيقى تاعنا منحطه نفهموا بلي هنا ثاني في العقليه على حسب الموسيقى. صح، كي تشوف فيلم امريكا مثلا، تشوف فيلم امريكان تفهم بلي المونتاليتي تاعهم راه واصله على حسب التقنيات تاعهم، تسمع موسيقى تاع مايكل جاكسون ولا تسمع موسيقى تاع بيونسي ولا تسمع تفهم بلي في الموسيقى راهم بعاد بزاف. حنا كي تسمع موسيقتنا تاع الراي اليوم خليك تجاوب تجاوبني ورانا العقلية تاعنا وراهي واصلة. للأسف هذه مسؤوليتكم انتم تان فنانين، لازم انتم اللي تعملوا على تطهير صورة الراي. انا سي سكو جو ساي دو فير، سي سكو جي ساي دو فير اي جو كونساي. شوف راني نخدم مع ناس كيما دي جي بلاك ولي دار لي الكليب، كيما يلق الناس تروح تشوف هاد الناس باش نطوروا الدعوة. بصح جاب لي ربي كيما قلت انت، قلت لي الناس راهم باغيين تقول لك هذا هو الشيء اللي راه يتمشى،
دونك كاين الناس اللي راهم يسمعوا فيه للاسف بيان سور مالوغوزمون الناس راهم يسمعوا فيه. حنا رانا دروك حنا وحدنا كيما نقولوا انا شونتور وحدي شحال بقينا بقينا اربعه ولا خمسه من لونسيان جينيراسيون ما عندناش بزاف ما بقيناش بزاف بلال بقى نصرو بقى الهندي بقى خالد وبقيت انا جو بونس انما سته واحد انوار وقعدنا في اقاليله بس احنا وحدنا هكا ما نجموش نديرو باش نعاودو ندخلو في رسالة الناس قالوا لي هذه هي الموسيقى اللي تنسمع ماشي الكلمه المنحرفه اكسيتيرا بدون اعانه الثقافه ووزاره الثقافه والتلفزيون الحصص الثقافيه لازم تكون حمله كبيره باش نعاودو باسكو قلت لك اونكور اون فوا الثقافه هي مراه الوطن صح وكسو سوا ان فيلم كسو سوا ان سكتش كسو سوا une pièce de théâtre que ce soit une chanson normalement il y a qui confirme des messages positifs صح انت فعلا رغم كل التجديد اللي انت معروف به الا انه ديما تقدم راي محترم وقدمت صوره جميله عن الفنان الجزائري من خلال اغانيك ومن خلال الكليبات الكثيره اللي قدمتها. انا حبيت نروح نشوفوا مصطفات من بعض الفيديو كليبات العديده للشاب طريق وبعدها نعاود نقولوا ليه باش نحكيوا على مواضيع فنيه واحدة اخرى. يبكي لي يجري مبين شارع صاري وكل يوم يزيد ما بيجي زماني وحدي عرسي نديرها وحدي فينتي نحضرها وحدي لا ما دشدش معاك نقعد وحدي ننساك عقلي وقلبي ديما غير معاك غير انت اللي تفهمي كانت هذه مجموعة من الكليبات اللي قدمها شاب طريق وطبعا هي قائمة طويلة جدا. طريق احنا في الجزائر بالك ما كناش متعودين على ثقافة الفيديو كليب في حين انه انت من بداية مشوارك الفني كنت مصر على انه تصور اغانيك على طريقة الفيديو كليب. شكرا ديجا اول كليب تاعي سيتي ريغي راي وبكري الناس ما كيتخرج غنية وبليجي دير ديجا كليب على ليبوك واليوم اليوم في الوقت الحاضر هنا اللي يدير غنيه وما يديرهاش في فيديو كليب ما يكونش معها صور راحت افون سيتي اون ديزي سيتي لو بوا دي مو اجوردي سي لو بوا دو ليماج ليماج هي ولات اقوى من الكلمه. تنجم دير غنيه بصح لو كان ما ديرلهاش كليب يتابعها ما جو بونس حاجه في الوقت الحالي رانا فيه كل عصر وعصر وقتها فاهم كل وقت و... صح صح لانه فعلا احنا اليوم رانا في عصر الصوت والصوره كما قلت وبالحديث عن الصوره انت معروف بستيل معين انا حبيت نسقسيك على النوادر علاش جامي تنحيهم. وفات مي كنت صغير كان تروح مع ماما الكوليج وكاع يضلوا يقولوا لها ما كتقري يقول لها وهذا ولدك يقول لهم واه يقول لها عينيه شابين عينيه شابين عم بعد وفينا مزيان كبر توجور يهضروا لي غير عينيه على عينيه صما un petit peu complexe في وجهي كاين غير عينيه دونك كيسكو جي فوزي ندير نوادر باش ما يكسروليش راسي عينيك شابين عينيك شابين عينيك شابين اي ابري سي دوفوني ان جو مع الناس كيقولوا قلع نوادر ما تقلع نوادر ولات لعبه سي ان جو اي سي سا في بارتي دو مون ستيل اي دو مون لوك. انا بكري كنت ندير نوادر صفرين و 96 وقيلا 97 كي تريغرا كنت ندير نوادر صفرين هذاك القاسم ما كانوش هاد الصوالح نوادر صفرين كانوا يحسبوني مهبول صح اليوم رانا درك رامي يديرهم صفرين صفرين زوكي سبك كنت اون افونس تاني في الهبال يعني في البدايه كنت تخاف من العين نو والله كنو لا 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 لحد الان لحد الان كون نقلع نوادي غادي نشوف في واحد يقول حمك ما تشوفش فيها بصح هذاك اليوم المعجبات تاعك حبوا كيما نقولوا احنا بالدرجه تاعنا شحنوا اكثر حبوا يشوفوا عينيك وقتاش يشوفوها سي اون بريفي مي جو بو با مو سما لو كان قلت لك ولات لعبه دروك دروك راهي لعبه سما لو كان نقلع نوادري دروك اللعبه هذه قاعد تخسر راك فاهمني جوستومون باسكو سا سا دوموند ا شاك فوا مي دي مونتر تي زيو مونتر تي زيو مونتر تي زيو يا سي ان لوك اي سي ان جو لو كان نقلعهم صاي
الجو هذاك نحبسوه ثم نعاودو نقلحوش على جو واحد اخر بلاك يفيندغا الجو ونقلحهم اكيد انه كاش انا راح نشوفوهم خصوصا اليوم مع مواقع التواصل الاجتماعي ولينا نشوف الحياه الخاصه للفنان. انت كيفاش علاقتك مع هذه المواقع مع انستغرام مع فيسبوك مع تويتر؟ Tu, aujourd'hui, il faut avoir Facebook, il faut être présent sur les réseaux sociaux parce que c'est inévitable. Mais aujourd'hui, tu as une page Facebook ou Insta, un compte Insta. Ou la... c'est devenu primordial pour, pas que pour les artistes, même pour, dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, on a des community managers qui gèrent une page de telle ou telle société ou tel artiste. Je pense qu'on n'y échappe pas aujourd'hui. Je crois que tu as une page portable. Téléphone portable, impossible. C'est pareil pour les réseaux sociaux, je pense. Tout se passe dans les réseaux sociaux. Ou هذه المواقع قدرت انها اليوم تصنع نجوم. كاين الناس بداو من يوتيوب ولو اليوم موجودين على الساحه الفنيه عندهم قاعده جماهيريه. واش رايك انت في هذه الظواهر؟ Moi c'est très bien du moment qu'ici font des choses bien ou que le الشعب يتبعهم ربي الله يسهل الله يعاونهم. كاينه une bonne relève qui ont des idées etc. انا واحد اللي سمع لي يدير حاجه مليحه نعاونه كوريام ما كاش مشكل. Je suis avec lui كوريام. Après, كما يقول لك فيسبوك راك بزاف الاغبيه مشاهير صح هذه المقوله هذه صادون موفيز ايماج للبلاد موفيز ايماج للارتيست يقول لك هذو كاع مهابيل راك فاهمني اخويا انسان ما على بالاش هو بروحه ما على بالاش بوالديه ما على بالاش مشاكل حتى تلقاه منا والناس تضحك عليه وداير البوز ولا الناس كاع تسب فيه وكاع تضحك عليه جو فوا با لوتيليتي دو سا مي جو بونس كو هاد لي جون هادو كيكبروا من على 50 10 يكبروا يكون عندهم دراري جو بونس غادي يندموا كاع على هاد الصوالح صح. على كل حال بالإضافة لكل هذه الطرق الجديدة باش الفنان يفرض وجوده، الأصل هو الفن والموسيقى والبحث في عالم الموسيقى، وأنت من الناس اللي تبحث في هذا العالم وتعمل على مزج الرأي الجزائري بالموسيقى الغربية، علاش هذا الاختيار؟ Non parce que هذا سي اون باسيون je fais ce que j'aime je m'éclate en faisant ce que j'aime وما نجمش نغش ما نجمش نتريشي دونك أنا كي نخدم خدمة ماني نخمم لا زعما في صالح الامه ولا في صالح الثقافه ولا في صالح ندير حاجه ديجا انا اللي نبغيها ونعرف روحي انا جي دي برينسيپ دو ما في اللي وصلوني اوجوردي لهنايا جو في با فير كيك شوز كي نو بليغا با او جون ولا حاجه اللي يكون فيها كلام سوء ولا منحط ولا سي با بوسيبل ميم سي جو في دي فوا دي تروك كيما وحدي الناس يقول لك كيفاش تفين تقطعها لها وحدك جو بونس كو كي تكون باغي تدفنوك تكون وحدك جاب لي ربي ما تشوفش الناس اللي راهم برا راهم باغيين يدفنوك دونك il faut que les gens aussi comprennent ce qu'on dit انا جي beaucoup de trucs قال كيفاش انت تفينتك تحضرها وحدك في الغنيه تاع وحدي بيان سور غادي نحضرها وحدي باش يكون ميت ويدفنوا فيا الناس راني وحدي وما نشوف حتى واحد انا هذا الصوره اللي راك تتحدث عليها فكرتني بفنان قدير للاسف فقدناه اللي هو رشيد طه الله يرحمه ويسعده كل البحث والعطاء الفني اللي داره في حياته بصح فدفينته للاسف شفنا كاين نوع من التقصير من طرف السلطات وش رايك في هذا المصير المحزن للفنان الجزائري اللي يخدم ويشقى على تقديم صوره راقيه للفن je pense que moi j'ai dit ce que j'ai hdrt déjà ou j'ai à travers ma page j'ai dit ce que je pensais عيب ما يكونوش لي زوتوريتي في جنازه تاع شخصيه كيما رشيد طه اللي دا الموسيقى الشعب الموسيقى الشعبي باسكو يا رايح سي موسيقى سي ستيل شعبي ماشي رايح صح اغنيه شعبويه من الشعبي من التراث الشعبي تاعنا عرفها للعالميه وما شعل من بلاد عاودوا ديك الاغنيه بكلمات تاعهم بشي با كومبيان دو ترادكسيون يا وي بور سو تيتر لا هذا مفخره للثقافه الجزائريه وللاسف شفنا باللي جاب لي ربي حنايا الا تكون منحط ولا دير حاجه ميديوكر بو كونتو ريسبكت بيرسون دو فاصون هو الا في بيزوان ني دو فلان ني دو فلتان فهمني كيما قلت لك نقصوا من باسكو كي نشوفوا اليوم جنازات انا ديك الجنازتي نحضرها وحدي رحت للاسف ثاني لواحد الجنازه وشفت الناس بالبورطابل واحد صوني له ديدي الاخر صوني له شبكه يلاه الجيري واحد صوني له ورده الله يرحمها واحد يصوني له شاب حسني الله يرحمه في التليفون في المقبره والناس يدفنوا فيه والناس جايه بالذهب وجاي سي بور سا قلت لك تفينتي نحضرها وحدي اي جو بونس كو تال كو نعرف باسكو انا رشيد طه عندها 9 شهور افون كنا في جنازه تاع وحده يسموها فاديا تاع راديو نوفا والله العظيمه قال لي شوف تيرا قال لي كي نموت قال لي دفنوني في سيغ قلت لك كي يجي ولدك باسكو ولده ليا سي ان غون دي جي في لي زيتازوني قلت لك كي يجي ولدك قولها هذه الهضره قدامي On s'est revu, ou la fin de ma gala, si je meurs un jour, je voudrais être enterré à Sig. Je suis subhanallah 9 mois avant sa mort. Je suis quand il chame fiha, la femme, quand il chame. Je pense que lui, il a vécu sa vie.
c'était un bonhomme qui a lutté pour les droits des Algériens en France, parce que quand Kharj Dadgal, il a refusé Waqt Sarkozy en 2014, la Légion d'honneur, la veille on était ensemble, je n'irai pas. C'était un bonhomme qui a beaucoup fait, qui a fait sa révolution en lui-même contre la France, contre le, pas contre les Français, contre le système. Le système de la France, il était... وبالك أهم شيء أنه قدر يوصل اسم الجزائر وثقافة الجزائرية لكل العالم ربي يرحمه وبما أنه رانا نحكيوا على الفنانين نحبيت نسقسيك على بعض الفنانين اللي ونترحموا تاني على جمال علام صح جمال علام خونا نترحموا عليه اللي توفى تاني يومين من بعده Je pense que le Jazeera فقدت deux très grands artistes chacun dans son registre mais c'était deux grands artistes الله يرحمهم ويسعدهم ويرحم جميع أمة محمد ربي يرحمهم وإن شاء الله نشوفوا التفاتة فعلية للفنانين العباقرة اللي قعدوا أيضا أنا حبيت نسقسيك على الفنانين اللي كانوا يقدموا طبوع واحد أخرين اليوم ولاو يقدموا أغنية الراي والأكيد أنه رانا نحكيوا على فولة الجزائرية اللي مؤخرا طلقت ألبوم راياوي وش رأيك في الألبوم وش رأيك في التوجه في الاسم ما ديما هذا الغني على التعريف في العملاقة من العمالقة تاع الموسيقى هنا في درزيها ما كانش لي يلحقها وبكل صراحة باسكو نعرفها صافي 30 عام شفتها ان بو بارتو دون سيرت دون دي كونسير دون دي تروك السيدة درزيها ما يتبدلش جي كوتي دو تيتر من الالبوم زعما في لا سي با ايتونون كو تجيك بحاجة شابة وحاجة كبيرة باسكو سي اون غراند ارتيست سي اون Elle est issue d'une famille de grands artistes. Là, c'est Fella, quoi. Fella, c'est Amnaqa qui m'a dit. صح وصوت فلا إضافة للراي الجزائري بصح في حين كاين فنانين كانوا يغنيوا الراي راحوا لطبوع واحد أخرين كما شاب خالد اللي شفناه يقدم طبوع خليجية وشرقية وش رأيك؟ خالد يعني سي أن كات كات خالد كات كات على بوا دونك جو بونس كي بو خالد سما سير بولي ما نحكوش يعني لو باترون Et je pense qu'il peut chanter tout ce que tu veux en anglais. Mais c'est Marta Yitla, mais l'Andra Biadaxi, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien parce qu'un artiste, il faut qu'il ouvre ses horizons. Donc, il a gardé des didis, il a gardé des didis, il était avancé, mais avancé, c'est man stagné. Qu'il a été faire des titres en français, Khaled Amra Makania dans le français, Mindel Aisha, Atrabiha Denia. Là, maintenant, Fesharqi, il marche bien, Fesharqi. Donc tant mieux pour nous parce que Khaled Jazairi, Khaled Zaid fi Wahran, Jazairi, ou le fan qui راه يدير فيه فن جزائري. نوجه له مالغري غنيه بالشنوية ولا غنيه منا. أكيد. تقعد جزائر. نوجه له تحية لكينغ أغنية الراي شاب خالد ونشكرك أنت تن على هذا الحوار الجميل والشيق نخلي الكلمة أخيرة. يا أخويا ميرسي ديجا على الاستضافة ونحيي كاع المشاهدين إن شاء الله ونتمنى لكم لونغ في بور ليميسيون. وتحية الجزائر يعطيك صحة وحنا نتمنى لك التوفيق ونشكرك مرة أخرى على قبول الدعوة واليوم بحضورك وصلنا لختام هذا الموعد الثقافي